السلام عليكم اخواني اخواتي، مرحبا بكم من جديد في قناتنا كرياسيون باري كوزين. كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير وفي احسن الاحوال يا ربي ان شاء الله، ويرفد علينا هذا الوباء. كنرحب بالجميع وبالناس اللي عاد دخلوا عندي جداد، كنقول لهم مرحبا بهم والف مرحبا وشكرا على الثقه ديالهم. والناس القدام اللي متبعيني المتتبعين الكرام ديالي اللي قدام، تنقول لهم بكم بلا بكم ما نكونش، بكم نزيد القدام ان شاء الله. وشكرا بزاف للجميع، وكنتمنى اللي غادي يزوروا القناه حتى هما اول مره انهم ما ينساوش يدعمونا بلا لايك، ويدعمونا بالاشتراك، يضغطوا على زر الجرس ويديروا ابوني باش ان شاء الله يبقى يوصلهم الجديد ديالنا. اذا اليوم جيت نتقاسم معكم واحد الشهيوه كنديرها وكتعجبني بزاف، كنديرها لوليداتي، بغيت نتقاسمها معكم، اللي هي اباز دو لا بوم دو تيغ، مصوبه من البطاطا. بالبطاطا بحال شكل غراتان، غراتان غير هو ما فيه لا بيشاميل لا حليب لا حتى شي حاجه، فيه واحد العطريه سبيسيال انا غادي نوريها لكم. وان شاء الله كنتمنى انكم تجربوهم في البيوت ديالكم، تجربوها وغادي ديروها بعطريه اخرى، لان هاد العطريه بالنسبه للناس اللي عايشين في كندا يمكن لهم يستعملوها، يمكن لهم يشريوها لان موجوده عندهم بزاف، وانا كيصيفطوها لي من تما. وبالنسبه للناس ديال المغرب يمكن لهم يعوضوها باشياء اخرى اللي غادي نقول لكم دابا. اذا نمروا مباشره للمقادير اللي عندنا. هنا عندي بطاطا اللي نقيتها وقطعتها دي غوندير كيف كتشوفوا في هذه القياس، هذا هما دي غوندير كامله. وعندي بصله، جوج بصلات ولا ثلاثه ولا على حسب الذوق كل واحد. اذا هادشي باش هادو هما المكونات ديال هاد الاكله، هادي بطاطس والبصل. اذا البطاطا غادي نكمل هادي اللي بقات لي، نكملها حتى هي دي غوندال هكا كيف كتشوفوا. غادي نغسلها من بعد باش تزول من هذاك النشا اللي فيها، نشللها مزيان، وغادي نمر مباشره نعاود البصله ديالي اللي حتى هي غادي نقطعها دي غوندال بنفس القياس، ما تكونش رقيقه بزاف وما تكونش غليظه بزاف. هانتوما ها السمك ديالها حتى هي كيف كتشوف، ماشي غليظه وماشي رقيقه، سمحوا لي صبعي مضروب. الحداقه هي هذه الكوزينه وما دير، لا بدا ما شي نهار تقيس يديك ولا اما بالزيت اما بالسكين، اما انا تنبغي السكين تكون ماضيه بزاف، والسكين اللي كتكون ماضيه هذا هو الا ما رديتيش البال هادشي اللي تيوقع. دنا انا البصله ديالي قرتها كلها دواور كيف شتيو، هادي دي روندير. غادي نجيب واحد المول اللي غادي يدخل الفران بحال هذا، اي مول عندكم كتدخلوه للفران. غادي ناخذ هاد البصله وغنستفها كلها من التحت، البصله هي الاولى بهاد الطريقه هادي، سهله ماشي شي حاجه صعيبه، زعما اي واحد راه يمكن له يطبقها في البيت ديالو. وصدقوني كتجي اكله لذيذه 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 وبزاف، ماشي شويه. كنديروا معها كنديروها مع كفته مشويه ولا مع قطيبات ولا مع اي حاجه بغينا اكومبانيو بها هاد الاكله هذا. انا غادي ناخذ بعد ما حطيت هاد البصله ديالي كلها هنا، هادشي باش انا كتعجبني البصله بزاف، غادي ناخذ البطاطا ديالي وكنا غادي نغسلوها باش يزول من هذاك النشا. حتى ناخذ العطريه اللي تكلمت لكم عليها هي هادي. بالنسبه للاخوات اللي عايشين في كندا راهم غادي يعرفوها، صدقوني انها رائعه رائعه رائعه. ها هي دي كي دايره هنا. هاد العطريه مكونه من اعشاب مجففه ومطحونه، فيها القزبر حبوب، فيها السودانيه يبسه ومطحونه، فيها الزعتر، فيها واحد العدد ديال الاعشاب، فيها الغمغه داخله الملحه ديالها فيها. دونك ما غنحتاج نزيدها لا ملحه لا حتى شي حاجه، غندير مباشره العطريه هذه اللي عندي، غنخلط بها هاد البصله هاد طبعاً هاد البطاطا هادي كتشوفون، ما غنديرهاش كلها،
وعندي هنا زيت العود اللي من السماء كيف كتشوفوا، بالثومه وبالزعتر اللي غادي نخوي عليها حتى هي شويش منها. هاد البطاطا ديالنا غادي طيب غير فهاد الزويته هادي وهاد العطريه، غنزيدها واحد نص كاس ديال الماء فقط لا اكثر، باش ما تجيش مرقه وباش ما تجيش عاود يابسه بزاف. بسم الله غندخلوها للفران، كنعرفوا ان المسائل اللي كندخلوها للفران كتيبس الا ما كانش فيها لا مرقه لا والو، كتجي شويه ناشفه. انا غندير فيها واحد قياس نص كاس ديال الماء با بلوس. الو غناخذ هاد البطيطه بعد ما شرملتها كلها هكذا بهاد العطريه ديالها كتشوفوا هادي، غادي نستفها من فوق داك البصله. هي اصلا ملي غادي طيب راه هذيك العطريه اللي فيها غادي تنزل على البصله باش ما نكثروش بزاف من هاد الاعشاب هادي. قياس كنديروا القياس اللي غادي يكفينا، انتما كتشوفوا غادي نستفها كامله في هاد المول اللي غندخلوه للفران، ومن بعد غنوريكم النتيجه ديالها ملي كنخرجها من الفران كيف كتكون، وغادي نوريكم باش غادي ندوزو هاد البطيطه هادي هاد النهار شنو غندير معاها من بعد. حيت بطبيعة الحال بوحديتها ما كافياش، كنديرو ما كتجيش ماشي اكله كافيه، كنديرو معاها حوايج اخرى. كيف قلت لكم اما غادي نديرو معاها كفته مشويه، اما انا اليوم غادي ندير معاها الكفته مشويه اللي غادي نشويها ان شاء الله في شويه ماشي في العافيه، لان ما كاينش ما عنديش الفاخر واجد. وغادي ندير هاد المريقه هادي نخويها من الفوق كيف كتشوفوا. انا الا لاحظتوا راني ما درت حتى انا ملحه لا والو، لان غير هاد العطريه هادي راه فيها كلشي ديالها، وغادي نعاود ناخذ شويه من داك العطريه وغادي نديرو من الفوق على الواجهه. انا اختكم يمكن لكم ديروا هاد العطريه يمكن لكم تصوبوا ديروها في عوطه ترومبلاسيوها. غادي ديروا الزعتر قصبوا الحبوب اللي غيكون مطحون، والزعتر مطحون حتى هو ماشي مطحون، غير غتحكوه بين يديكم تخلطوه مع قصبوا الحبوب، شويه ديال الزيت شويه ديال الملحه وشويه ديال الثومه بودره وشويه ديال البزار الا بغيتيو ماشي ضروري، واللي عنده السودانيه يابسه يمكن له يدير منها حتى هي شويش. اذا لو بلا ديالي هو هذا، غادي ندخلو دابا الفرن بعد ما غنزيد له واحد نصف كاس ديال الماء لا اكثر. نسيت ما وجدتش الكاس ديال الماء، اذا غنخوي الماء غير في الجنب ديال الطبسيل، ما عنديش بزاف ما عنديش بزاف انتما لاحظتوا، غندير غير شويه ديال الماء. ها شحال درت نصف كاس هو اللي درت، وغادي ندخلها للفران ومن بعد نوريكم ان شاء الله النتيجه ديالها ونوريكم شنو غادي ندير معاها. هاد البصيله هادي ما نضيعهاش، انا كنبغيها نزيدها واحد شويه العطريه من فوق، وغادي ندخلها للفران وخليكم حتى ان شاء الله تشوفوا النتيجه النهائيه ديال هاد البطاطا في الفران كيف كتجي رائعه رائعه وسهله سهله سهله سهله. يمكنكم تنسموها باي عطريه بغيتيو، ما غنديروا فيها لا بيشاميل لا كريم فريش لا حتى شي حاجه، لا كريم كوزين لا حتى شي حاجه. إذن هنا اخواني خواتي هذه الكفته اللي غادي نديروها مع داك الكغاتان ديال البطاطا ان شاء الله، اللي كناخذوا الكفته انا مقوماها ديجا فيها العطريه ديالها فيها اللي خاص كلشي، وزيدها شويه ديال الزعتر اللي كنحكو دائما غير بين يديا وتنديروا فيها تعطيها واحد النسمه رائعه. وفي نفس الوقت كنعرفوا ان الكفته شويه كتكون شويه ثقيله على المعده وعلى الجوف، كاين اللي ما تيستحملهاش، كنزيد فيها داك شويه الزعتر باش كتكون ساهله في الهضم. وغادي نديرو حريبلات بحال هكذا ديال الكفته كيف كتشوفوا، تناخذوا الكفته عادي تنفزقوا يدينا شويه وتناخذوا شويه ديال الكفته وتنزمتوها بين يدينا بحال هكذا. ما غنديروهاش غليظه بزاف وما غنديروهاش رقيقه نون بلو، ها ها القياس ديالها صافي. غنصوب الكفته ديالي كلها هكذا، بعد غادي نديرو هاد الشوا وغادي نوريكم ان شاء الله النتيجه ديال الكفته مع الكغاتان ديال البطاطس اللي صوبنا بالبصله والبطاطا اللي صوبت بالتوابل اللي قلت لكم جايين بصراحه جايين معنا برا ماشي من هنا، ولكن تيمكننا نعوضوهم باشياء يمكننا نعوضوهم باي عطريه عندنا هنايا. انا مجرد كنعطي الفكره وكيبقى الاختيار لكل واحد، كل واحد تيبقى له الاختيار باش يصوب الحاجه اللي هو كيبغيها واللي خاطرو فيها.
اذا ما تمشيوش بعيد، خليكم انا غادي نوريكم الكراتان راه وجلي، انا نوريه لكم ونوريكم النتيجه النهائيه ديالو من بعد ما نشويو شويه الكفته ونوريكم البلا ديالنا النهائي. هذه البنات اكله ديال نهار الحد نهار الحد اللي كيصبح الانسان جالس في دارو، او اللي تيبغي يخرج للبيكنيك يمشي يفوج في شي غابه ولا شي حاجه تيمكنو يوجد هذه الاكله هذه ويديها معاه، كتجي رائعه وسهله. وكنا تنبغيو نخرجوا للبيكنيك تنبغيو شي اكله اللي كتجي مزيانه اللي يمكننا اللي كتجي سهله، لا في التوجد ولا في اللي ما غاديش دير لنا لا روينه ولا والو. حتى الكفته يمكننا نخليوها حتى كنمشيو عاد كنديروا عويفيه وكنشويوها وخلاص. البطاطا الكراتان يمكننا نصوبوه في دارنا ونديروه في شي بواط اللي تكون كتحافظ على السخونيه، لانه هو تيبغي يتكال سخون ماشي بارد. هادي اكله مزيانه الأغلبية تنخدموها في الصيف وفي لي بيكنيك ولا هكذا بحال دابا كيف قلت لكم نهار الحد اللي الانسان تيصبح عاوتاني جالس خايف في شي حوايج قرين. هادي اكله سهله دغيا كتوجد 10 دقائق وها هالاكله واجده عندكم. الكفته ديالنا هي كتشوى كيف كتشوفوا ما شهيتكم فيها. هذا البلا ديال هاد النهار الحد، اذا بقاو معايا حتى نوريكم الريزلتات الاخيره ما بين الكفته والكراتان ديال البطاطس والبصل ان شاء الله. اذا اخواني اخواتي الغديوه ديالنا هي هذه، هي واجده ما شهيتكم فيها. هذا الكراتان ديال البطاطا اللي درنا والبصله والعطريه سبيسيال. هذه عطريه انا كنسميها عطريه سبيسيال بصراحه لان ما كايناش هنا وتنرغب عليها، تنقول لهم انا ما تجيبوا لي والو من كندا جيبوا لي غير عطريه. والمتتبعات ديالي اللي في كندا راهم تيسمعوني وتنقول لهم ما تنساوليش العطريه الله يجازيكم بخير وشكرا لكم. وهنا درنا الكفته اللي درنا هي دي كيف كتشوفوا الكفته مشويه، انا كندير فيها طريفات ديال الزبده باش كنحط عليهم الكفته سخونه تتعجبني. وهنا جري اكومباني بمطيشه معسله في حصه قديمه ان شاء الله في فيديو اخر، دابا ندير لكم هاد مطيشه معسله كيف كتجي، كتجي رائعه رائعه ولذيذه. هادي بالنسبه للكفته اللي درت لها الزبده في خاطر واحد المتتبعه ديالي الصديقه ديالي نوره، كنقول لك انت ما ديريش الزبده، الزبده خليها لنا غير حنا حيت هي راه ما تتبغيش الزبده وما تتحملهاش نهائيا. اذا تقول لها انت نوره ما ديريش الزبده، ديري الكفته عاديه بلا زبده بلا حتى شي حاجه. اذا شكرا لكم والى فيديو قادم ان شاء الله. كنتمنى نكون كنت خفيفه عليكم وما كنتش ثقيله بزاف وتكون الفيديو ما طولتهاش بزاف ان شاء الله. وشكرا واسبوع مبارك ان شاء الله.